السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ معاكم جيجي من قناة وصفات مع جيجي كل حياتي. لو أول مرة تشوفوا قناتي متنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. النهاردة جايلكم بوصفة جميلة جدا، وصفتي النهاردة لتبييض الأسنان بطريقة جميلة جدا وسهلة، مكوناتها بسيطة وإزالة رائحة الفم في رمضان. إن شاء الله وصفة جميلة تعجبكم بإذن الله. مكونات الوصفة اللي معانا النهاردة هي معجون أسنان، ومعانا برضو نص ليمونة عصرناها، ومعلقة بيكنج باودر والمية. الطريقة بتاعتنا هتعملي ايه؟ هتجيبي الفرشة بتاعتك طبعا، وهتدعكي اسنانك كويس جدا لمدة دقيقتين بالمعجون العادي. بعد ما تدعكيها بالمعجون العادي بتاعك، هتغمري الفرشة في عصير الليمون. هتجيبي عصير الليمون كده بالشكل ده، وهتغمري الفرشة فيه. ده عصير الليمون، الليمونة اللي احنا عصرناها. وهتدعكي برضو اسنانك جامد جدا بالليمون، يعني اول مرة هتعملي بمعجون الاسنان عادي، تاني مرة هتدعكي بعصير الليمون، بس تحاولي تبعدي عن اللثة خالص. عصير الليمون يا بنات بيساعد على ازالة الصفار اللي بيبقى موجود في اللثة، وحاولي ان انت تدعكي بعيد عن اللثة على قد ما تقدري، تدعكي الاسنان بس بعصير الليمون. بعد ما تخلصي مرحلة ان انت تدعكيها بالليمون هتتمضمضي عادي، وبعد كده هتخشي المرحلة التانية. المرحلة التانية هتجيبي معجون السنان بتاعك العادي اللي عندك، هتغمري فيه فرشة الاسنان بالشكل ده. بعد ما تحطي فيه فرشة الاسنان هتشيل المعجون عليها، وهتحطي قليل من البيكنج باودر على البيكربونات الصوديوم على المعجون والفرشة بتاعتك، وهتبدأي برضو تدعكي تاني. هتفضلي تدعكي لمدة دقيقة البيكربونات الصوديوم على معجون الأسنان، وهتدعكي عادي بطريقتك المعتادة، وبعد كده هتتمضمضي تاني. بعد ما تتمضمضي من البيكربونات الصوديوم ومعجون الأسنان هتتمضمضي كويس جدا، وهتخشي بقى على مرحلة تانية هقولك عليها تعملي ايه. المرحلة الثالثة بتاعتنا بقى، هتجيبي معلقتين من المية زي ما احنا شايفين، دي مية اهي. وهتعملي ايه؟ هتجيبي معلقة بيكنج باودر، بيكربونات الصوديوم، وهتحطيها في المية بتاعتك كده، وهتحطي الفرشة فيها وتبدأي تدعكي برضو تاني. يبقى احنا كده عملنا كم مرحلة؟ عملنا مرة بالليمون، ومرة بالمعجون والبيكربونات الصوديوم، ومرة بالمية والبيكربونات الصوديوم. هتحسي بسنانك هتبقى نظيفة جدا يا بنات، وهتشيل الاصفرار اللي بيبقى موجود في الاسنان. وصفة جميلة جدا تعمليها وهتشوفي الفرق بجد، طريقة جميلة جدا هتبيض الاسنان. ده غير ان الليمون طبعا بيساعد على الرائحة الجميلة اللي بتبقى في الفم. خلال شهر رمضان هتحسي برائحة جميلة جدا في فمك. دي كانت وصفتي النهاردة، وصفة جميلة بس انت حاولي تعمليها ان شاء الله، هتجيب نتيجة فعالة ونتيجة جميلة جدا معاكم يا بنات. وكل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله اشوفكم الوصفة الجاية. وما تنسونيش في اللايك لو عجبتكم الوصفة، وما تنسونيش في الشير ان شاء الله عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من المشتركين. واستنوني الوصفة الجاية مع جيجي كل حياتي.